اهلا بكم مرة تانية. تعالوا النهاردة نشوف مع بعض في الفيديو ازاي نقدر ان احنا نعمل موكب تصميم عشان ابدأ اعرضه بالطريقة اللي المفروض انه هيتنفذ بيها او كأنه منتج، يعني عشان تبتدي طبعا الفكرة تكون قريبة جدا او اقرب الفكرة جدا للمستهلك، يعني المفروض ان التصميم دوت هيكون بعد ما يتنفذ شكله ده. طبعا احنا بنحتاجه كتير جدا لما نكون احنا بنقدم على شغل معين، وكمان لما نكون عايزين نعرض تصميماتنا حتى قبل ما ننفذها عشان نعرف شكلها، الشكل النهائي هتكون عاملة ازاي، وبعد الانتاج هتكون مناسبة فعلا ولا لا، واذا كان في اي تعديل اعمله قبل ما نخش في مراحل الانتاج والطباعة. بعد الدخول في مراحل الانتاج والطباعه خلاص، لو في اي مشكله عشان نعدلها يكون طبعا بقى في عندي هالك كتير جدا واهدار في الوقت، وفي كمان التكلفه، الامور الماديه دي طبعا بتفرق جدا في عمليات الانتاج، وبحاول بقدر الامكان ان انا اخد بالي من الفقد دوت والعامل الاقتصادي في عمليه الانتاج بتاعتنا من اول مرحله التصميم. فانا عشان اعرض دلوقتي، انا دلوقتي عايز اخد الموديل اللي قدامي دوت واستخدمه كموك اب، بعد كده اقدر اركب عليه اكتر من تصميم للطرح بتاعتنا. اول خطوه طبعا انا هعملها، انا بختار طبعا الموديل ده بعنايه، وبعدين بشوف برده كمان الايمج سايز بتاعته عباره عن ايه. الارقام بتاعتي هنا بتبين لي الريزوليوشن وكل الخيارات اللي موجوده عندنا. لقيته هنا مثلا ممكن يكون الريزوليوشن بتاعه قليل، فممكن اعمل زياده للريزوليوشن بتاعي، اكبر الجوده بتاعه الملف بتاعتي. طبعا بعد ما كبرت الجوده هتساعدني كتير، لكن برده ممكن نكبر كده جدا ونشوف اذا كانت الجوده جيده ولا لا. ونقدر كمان من فيو هنا نروح عند البرينت سايز، ده المقاس عند الطباعه، اذا لقيت فيه اي مشكله اعرف ان الموديل بتاعي مش مناسب للموكب بتاعنا. وكمان نقدر برضو من فيو نروح عند الاكشوال سايز، اقدر برضو اراجع كده كل التفاصيل عندي اعرف اذا كان في اي تفصيله فيها مشكله او فيها اي ازمه نقدر نحلها. وممكن كمان ان احنا نرفع الجوده بتاعه الصوره ديت زي ما قلت لكم في فيديو سابق عن اني اقدر ارفع جودة الصور والموديفات بتاعتي من خلال النيورال فلتر الموجود على الفوتوشوب في اخر اصداراته. طيب ايه الخطوات المفروض ان انا اعملها؟ طبعا اذا حبيت ان انا احسن شوية في الاضاءات بتاعت الموديل مفيش اي مشكلة، نقدر نعمل الكلام ده من خلال عمليات الريتاتش، وفي فيديوهات كتير جدا موجودة على القناة ازاي تعمل ريتاتش للصور بتاعتك وتحسن الاضاءة بتاعتها، واذا كان في اي مشكلة نقدر نعدلها بكل بساطة. لكن انا ممكن مثلا كاختبار كده بسيط بس على كنترول ال اللي هي بتديني الليفلز، ومن الليفلز هنا اذا كان في اي ديفو في الاضاءات بتاعتي ببتدي اظبطه شويه كده. خلاص انا كده تقريبا الصوره بتاعتي لحد ما جيده ما فيش فيها اي مشكله. طب المرحله اللي بعد كده، احنا عشان نشتغل صح انا مش هسيب الموديل ده زي ما هو، انا هبتدي احطه على خلفيه تانية، فانا محتاج ان انا اقص البنت دي من التصميم تماما والخلفيه دي تكون لوحدها. طب عشان اعمل الكلام ده بكل بساطه احنا خدنا ادوات التحديد، نقدر نختار الاداه المناسبه، وربما استخدم انا مثلا الاوبجكت سيليكشن تول اللي موجوده عندي هنا دي، وبستخدمها من خلال اني لما بختارها بروح امشي كده حوالين الشكل اللي انا عايز احدده بسرعه كده، ونبتدي نسيبه هو طبعا بالذكاء الاصطناعي كده بيحاول يكتشف فين هو الاوبجكت او السبجكت اللي موجود عندي في الصوره بتاعتنا. وكمان ممكن في خيار موجود في قائمه سيلكت هنا كده، قائمه سيلكت المين منيو بتاعتنا اللي اسمها سيلكت، فيها خيار اسمه سبجكت ممكن نختاره برضو يعمل نفس العمليه بدون ما احنا نحتاج ان احنا نرسم الاوت لاين اللي احنا عملناه ده. بيحاول طبعا هو يكتشف او يستكشف كل جزء من اجزاء الصوره عشان يعرف فين هو بالظبط الفيجر بتاعي او الاوبجكت بتاعنا او العنصر بتاعي الرئيسي زي ما احنا شايفين حدده. وانا قلت لحضراتكم قبل كده ان التحديد دايما ما بيبقاش بيرفكت بنسبه 100% ولازم نراجع عليه تاني، عشان انا مثلا لو كبرت هنا كده هجد ان الكم فيه جزء منه هنا ما اتاخدش معايا، وكمان في المساحه الداخليه دي من الخلفيه المفروض انها تتفصل كمان تتقطع معايا. عشان اعمل الكلام ده ممكن استخدم بقى بقيه الادوات اللي موجوده عندنا، فرضا لو انا مثلا استخدمت اللاسو تول حتى العاديه اهي، وبعدين جيت رحت بدات اضيف الجزئيه دي كده على التحديد بتاعي، حاول قدر الامكان اكمل بقيه الكم. انا بكلمكم على مثال يعني او جزئيه بسيطه المفروض احنا بنبتدي نعدل، وانا طبعا بقدر الامكان ما بحاولش اضيع في الوقت بتاعكم، حاول بقدر الامكان ان انا اقلل الوقت شويه. طبعا نقدر نختار الاداه دي ونبتدي طبعا ناخد بالماجيك واند بتاعتنا، وهرجع تاني للاسو تول وابتدي اعمل سبتراكت بدل ما كنت بعمل اد، وابتدي ارجع تاني الاجزاء اللي ضاعت مني هنا. طبعا كنا بنحدد الخلفيه،
فالمفروض انا لسه بحدد الخلفيه، فانا هزود عليها، هزود على كده اد اهو، هبتدي اشيل كده زي ما احنا شايفين الشغل بتاعي. انا كده بدات احدد الشغل بتاعي مظبوط، وبنراجع بنفس الكيفيه كل المساحات اللي موجوده عندي. طبعا من المفترض ان انا كمان هقص من هنا اليد بتاعه البنت دي، لان اكيد الموديل مش هينزل عليها، واليد اللي هنا كمان، وكمان لو هقص الوش بتاعنا. انا هاخد بس ده كله كده مبدئيا، وبعد كده هاخده واحطه في ملف جديد او حتى هشتغل على نفس الملف. وزي ما حضراتكم شايفين بعد ما عملت التحديد دوت، باخد بكل بساطة جدا كوبي وبيست، او ببتدي اعمل هنا كده ادوس على الماسك بتاعي، خلاص كل اللي بره اتشال، وابتدي اشتغل عليه او احطه في ملف تاني واشتغل عليه. لما نروح هنا كده ادي الجزء بتاعي اهوت، او البنت موجوده قدامنا هي اللي احنا هنشتغل عليها. وانا كمان وسعت الملف من هنا شويه كده عشان انا حاسس ان المساحه ضيقه حواليها، اديتها براح كده شويه عشان الفراغ طبعا بيوضح العنصر بطريقه افضل. لازم تظبط الفراغ بتاعك مع شكل الشخصيه بتاعتنا او الموديل اللي انت بتحاول تعرض عليه الشغل. طيب يبقى كده انا قصيت خلاص، انا عندي البنت كلها، لكن في حاجة مهمة جدا، ايه هي؟ هو انا شغال على البنت كلها ولا شغال على الطرحة؟ اذا برضو لازم بنفس الكيفية ابتدي اعمل تحديد للاجزاء دي من خلال الادوات اللي موجودة عندنا. لو خدت الكويك سيليكشن تول مثلا، وبعدين بدأت مثلا احدد هنا كده، هاخد اجزاء الطرحة كده واحدة واحدة، وبنفس الكيفية انا هاخد كل الطرحة معايا مرة واحدة، وبعدين فيا ممكن اعمل الت وابتدي اشيل الحاجات الزيادة اللي هي مش تبع للطرح بتاعتنا. طبعا السيليكشن ده يا جماعه هو مسؤوليه حضرتك انت بقى اللي ايه، تبتدي تراجع كل جزء فيه، عشان اي جزء فيه غلط هيعمل لنا مشكله وهيبقى يخرج جزء من التصميم بره، وفي الاخر هيطلع مش منطقي. انا طبعا حددت كده، طبعا المفروض ان انا برضو بشيل منها الجزء الخاص بالوجه ده، اشيله منها. اظبط بقى السيليكشن بتاعك. انا بسرعه جدا زي ما انتم شايفين كده انا حاولت اظبطه عشان برضو ما اضيعش وقتكم، وحطيته في لاير تانيه جديده هنا. طيب اللاير الجديده اللي هنا دي انا طبعا ببتدي بقى بشتغل عليها. اشتغل عليها ازاي؟ طبعا اللاير دي واخده لون، او الطرحه دي واخده لون، وانا مش محتاج اللون ده، انا محتاج اني اخلي الطرحه دي بدون الوان. فاول افكت هضيفه عندنا هروح على الادجستمنت لاير اللي موجوده هنا، وابتدي اضيف تاثير اسمه بلاك اند وايت. ادور كده عليه فين البلاك اند وايت، ادي بلاك اند وايت اهو، هضغط عليها عشان انزل اللاير دي. لما انا نزلت اللاير دي عندي اقدر طبعا لما اضغط دبل كليك عليها، ادي التاثيرات اللي انا بدات اظبط بيها الاضاءه بتاعتنا. كده اصبحت الطرحه ايه، كلها بيضاء زي ما احنا شايفين، يا دوبك بس فيها الظلال بتاعتها والاضاءات بتاعتها هي دي بس الموجوده. طبعا نقدر نحسن اكتر ونضيف بعض الكيرفز، يعني من هنا برضو من ادجستمنت لاير اخد الكيرفز وابتدي اظبطها. الظبطات دي بقى بتاعت انا وحسب طبعا الصوره اللي انت بتشتغل عليها. ضفت عندي كيرفز، وضفت عندي كمان اكسبوجر، عليت شويه الاضاءه او حاولت اظبط شويه التعريض بتاع الصوره، تعريض الضوء يعني. وبرضو هنا كمان عندي في برايتنس وكونتراست. المهم ان انا ظبطت الصوره او ظبطت الطرحه بالطريقه اللي احنا شايفينها دي من خلال بعض الافكتات اللي موجوده عندي. طيب ايه المرحله اللي انا محتاج اني اعملها بعد كده؟ المرحله دي هي اني هبتدي احدد اجزاء معينه. فخدوا بالكم بقى معايا، انا دلوقتي ايه يعني حاول برضو ابين لحضراتكم كده اللي احنا عملناه واحده واحده. عملت ايه هنا في الجزئيه دي؟ كل اللي انا عملته ان انا بدات ارسم تاني كل جزء من الاجزاء دي. فجيت على الجزئيه دي، طبعا احنا عشان الشغل بتاعنا يطلع واقعي اكتر، فانا هبتدي اعمل ايه، هبتدي اروح على كل جزء ولو كان صغير، انا حاسس ان هو ممكن يكون يعني تطبيقه او تانية او جزء مختلف من الطرحه، زي مثلا الحته البسيطه اللي هنا دي كده، الجزئيه دي، فدي كده لوحدها انا هفصلها تماما لوحدها واحطها فين، هحطها في لاير لوحدها. طيب اللاير دي اللي انا حطيتها، انا حاططها وعامل فيها سمارت اوبجكت، حاطط عليها الايفكت بتاعنا اللي احنا حاطينها هنا ده. طبعا انا عملتها ازاي الاول؟ يا دوبك انا رسمتها عباره عن كلر فيل عادي، يعني لاير عباره عن كلر فيل، واللاير دي بعد كده انا حطيت عليها الماسك، والماسك ده بعد كده انا استعنت بيه اني انقله هنا على لاير ثانيه احولها لسمارت اوبجكت. ناخد بالنا اللاير دي عباره عن سمارت اوبجكت، وحطيت في السمارت اوبجكت ده من جوه، لما نضغط عليه دبل كليك كده هيوديني عند ملف ثاني خالص انا حاطط فيه التصميم بتاعي اللي انا عايز اشتغل عليه. هرجع كده مع حضراتكم تاني، هنلغي خلاص دي مش محتاجينها دلوقتي. هرجع كده عند التصميم بتاعي تاني. انا كل جزئيه يا جماعه من دولت انا عملت لها تحديد بنفس الطريقه اللي انا عملت بيها التحديد لكل الطرحه مع بعضها، وبدات احط عليها ماسك. لما حطيت عليها الماسك
خليت اللير بتاعتي دي عباره عن سمارت اوبجكت، ولما خليتها سمارت اوبجكت بقيت اقدر اضغط على سمارت اوبجكت من ضمن الخصائص بتاعته. لما اضغط عليه دبل كليك هو حافظ لي بيانات لملف خارجي خالص ولكن ريليتد للملف التاني او مرتبط لينكد مع الملف بتاعي، في كونكت بينه وبين الملف التاني. لما بضغط عليه دبل كليك بيفتح لي الملف اهو، هو ده الملف اللي انا ممكن بعد كده، او بيبقى فاتح لي ملف فاضي كده وانا بعد كده هبتدي احط فيه العناصر بتاعتي. هنرجع هنا تاني بنفس الطريقه دي، انا عملت الجزء ده وكمان عملت الجزء ده الصغير ده اللي احنا شايفينه هنا ده، وكمان عملت برضو الجزء ده الجزء اللي هنا ده. الاجزاء كلها انا بدات اعملها بنفس الكيفيه، بحدد واعمل فيل كولر وبعد كده اضيف عليه ماسك، الماسك ده يفضل موجود معايا لحد ما اعمل لير جديده فاضيه خالص، بعمل لير جديده من هنا كده فاضيه خالص، واللير دي بحولها لسمارت اوبجكت واروح ساحب من هنا كده مثلا الجزء بتاع اللي هو الماسك ده واروح حطه على اللير دي هنا كده. خلاص يبقى تحول من هنا لهنا زي ما احنا شايفين على اللير الجديد. وبعد كده هبتدي اضغط دبل كليك على اللير دي عشان تفتح لي فايل الفاضي ده، وهبتدي اجيب اي تصميم عندي واروح رميه جوه الفايل. طيب بنفس الكافيه زي ما انتم شايفين كده معايا اهو، انا ضفت ده وضفت كل الاجزاء بقى الموجوده عندي، وما بستخسرش بقى مجهودي في التصميم بتاعي او في الشغل بتاعي، اي جزء منفصل انا احاول اعمله برضو نفس الحاجات دي او نفس القطعات بتاعتي اهي، انا بس بحاول اجمع كده مع حضراتكم اهو كده. اتجمعت عندي كل القطع الخاصه بالطرحه زي ما احنا شايفين، واللي هيحصل بقى اني ممكن كمان احط اضاءه على نفس الطرحه بعد ما اتحط عليها التصميمات بتاعتي، واحط كمان اكسبوجر هنا كده زي ما احنا شايفين، وعملت فيل وديت بعض التاثيرات كده بالفرشه عشان ابتدي اظهر الشغل بتاعي او اظهر التصميم ده. طيب ايه اللي بيحصل؟ زي ما قلت لحضراتكم خلاص انا اذا ظبطت اعدادات الملف ده بالطريقه دي، ان كان عندي القطع دي عباره عن سمارت اوبجكت، كل سمارت اوبجكت ليه ماسك موجود عليه هو اللي بيحدده او بيقطعه من الجزء الكامل بتاع الطرحه بتاعتي. من خلال السمارت اوبجكت ده لما ادوس دبل كليك هنا كده انا يفتح معايا بلانكت فايل زي ما احنا شايفين كده، او فايل فارغ فاضي خالص كده بالقياسات اللي هي الخاصه بالملف، وهنا هقدر احط عليه اي ملف زي كده من خلال اني افتح التصميمات بتاعتي واعمل لها كوبي وبيست، هينزل عندي هنا وبمجرد ما اعمل سيف فايل وسيف هيبتدي يحفظ التعديلات اللي انا حطيتها، وهرجع هناك هلاقي الملف بتاعي ظهر عليه التعديل الخاص بالتصميم بتاعنا. طبعا بنبتدي نرجع تاني ونبتدي نحرك في الملف هناك اذا كنت انا محتاج امطه شوية او اعمل له اي ترانسفورم على الملف الاصلي، الملف دوت ممكن اعمل ترانسفورم هنا كده وابتدي احركه كده او احركه كده او اصغره او اكبره حسب الشغل اللي انا عايز اعمله. وبعدين لما اعمل سيف وارجع هنا تاني هلاقي بدأ يظهر عندي حركة الشغل بتاعي بين ازاي. بالطريقه دي انا عشان عامل سمارت اوبجكت وبستفاد من امكانيات السمارت اوبجكت اللي موجوده عندي، ببتدي اتحرك واحط الملف بتاعي او الملف الخاص بالسمارت اوبجكت احط فيه التصميمات بتاعتي، وممكن حتى احط التصميمات كلها في اكتر من لير كده ورا بعض، واقفل العين واظهر العين بحيث ان انا اظهر الملفات ديت كل مره واعمل سيف ويبتدي يتغير عندي التصميم اللي موجود. هناخد بالنا كمان ان انا عامل فلتر ديسبليس هنا، فلتر ديسبليس، وده انا كنت شرحت لحضراتكم قبل كده انا ازاي بخلي الشغل بتاعي مور رياليست اكتر واقعيه من خلال اني بستخدم الديسبليس ده، وكمان ممكن نستخدم الليكوفاي. فعشان هي سمارت اوبجكت فما بينزل عليها فلتر بينزل برده كسمارت فلتر، لو ضغطنا دبل كليك عليه انا اقدر اروح على الديسبليسمنت واعدل في البيانات بتاعتها من هنا ونعمل اوكي ويجيب لي الملف اللي هو عنده الاضاءات. ارجوك راجع والفيديو الخاص بالتوظيف اللي احنا عملناه قبل كده، هتلاقي فيه الكلام ده مشروح بدقه وتفصيل كتير، نقدر نستعين بكل الفلاتر اللي احنا استخدمناها عشان اخلي الشغل بتاعي او التصميم بتاعي يبتدي يتحرك او يتغير او يتحول على شكل الموديل بتاعي ويكون ماشي مع التنايات والطيات بتاعته. وكمان لو رجعنا هنا كده احنا نقدر كمان نضيف بقى مجموعه كده من الخلفيات، خلاص دي كده احنا مش محتاجينها، احنا طبعا ظبطنا خلفيه جديده، دي كانت الخلفيه بتاعت التصميم القديم. ولما نضيف الخلفيات دي نبتدي نشوف بقى، انا طبعا هنا هتلاحظوا معايا اي حاجه انا بضيفها يا اما بضيفها عباره عن ادجستمنت لاير او فيل كولر لاير او بضيفها على سمارت اوبجكت. الكلام ده كله ليه؟ عشان فيما بعد ده كده يطلع عندي ملف موك اب. لو انا قافل كل الليرات دي وملزق كل التصميمات دي في اماكنها خلاص هي عباره عن بيكسل لاير او ريسترايزد لاير، انا مش هقدر اعدل عليها فيما بعد وهحتاج كل مره اقعد اعمل سيلكشن وبعد كده احط عليها كوبي وبيست وبعد كده اقعد اعمل واربنج او اعمل ترانسفورميشن للتصميم واجيبه يمين وشمال، وهتبقى الموضوع يعني ايه مأساة كبيره جدا
المقاسة دي كلها احنا خلصنا منها بمجرد بس ان انا استخدمت مميزات السمارت اوبجكت وكمان استخدمت مميزات الفيل كولر والادجستمنت. لو احنا حطينا فرضا يعني تصميم في اضاءة اكتر من كده فاقدر تاني بسرعة من خصائص الادجستمنت لاير اللي هي ادي التأثير بتاع الاكسبوجر او اللي انا ضفته فممكن ازوده شوية او اقلله شوية او ابتدي اغير زي ما انا عايز. ده كده كل الخيارات اللي موجودة عندي هي اديتابل في اي وقت ممكن اعدلها واعمل سيف وخلاص يبقى التصميم موجود عندي. انت بس التصميم بتاعك دوت محتاج فقط انك تضيف مثلا عليه لوجو هنا لحضرتك او تضيف اسمك او تضيف مثلا المواصفات بتاعه الموديل بتاعك دوت اذا كان مثلا مقاسه هو كام في كام عدد الالوان انت استخدمتها نوع الخامه اللي انت بتطبع عليها تبتدي تضيف شويه معلومات كده على الشغل بتاعك هنا عشان يبقى ده مقابه موجود فيه كل المعلومات والبيانات بتاعته الخاصة بيه وتقدر في أي وقت إنك تستعمله وتحطه عندك كمان على البيهانس أو على متجرك الإلكتروني لو كان عندك متجر وتسوق لأعمالك أو لتصميماتك بكل سهولة هتقدر تعمل المقاب زي ما احنا شفنا. وطبعا الموديل ده كان لطرحة لكن ممكن تعمل نفس الكلام ده لو أنا حبيت أضيفه على البلوزة هنا أو على الجيب الموجود هنا أو حتى على الحزام اللي موجود هنا أو إذا كان هو على بعضه عبارة عن فستان متكامل ممكن تضيف عليه وتخلي الطرحة بلون تاني. تقدر تعمل كل الخيارات دي بكل سهولة من مراجعتنا كده السريعة. أنا قلت لحضراتكم المفتاح عشان أقدر أخلي التوظيف بتاع ده عبارة عن موكاب. الموكاب دوت لو إحنا كل واحد عمل موكاب وبدأنا نتبادل الموكاب الموجود عندنا هيبقى عندنا مئات الموكاب موجودة ممكن بكل سهولة نقدر نبدلها مع بعضين أو نتبادل الموكاب دي ونستخدمها وقت ما كنا عايزين نعرض نوع معين من التصميمات. الموكاب كتير موجودة في كل حتة بكل سهولة بس أنا شايف ناس كتير جدا بتسأل عشان حابة إن هي تعمل موكاب أو بيسألوا على حد يديهم موكاب من الموجود عندهم. لكن أنت زي ما قلت لكم بالطريقة اللي أنا شرحتها النهاردة دي تقدر تعمل أي موديل موجود عندك أي موديل ممكن تحصل عليه تقدر تخليه يبقى عبارة عن موكاب لو استخدمت الأدجستمنت لاير والكولر فيل وكمان استخدمت السمارت أوبجكت. أتمنى يكون الفيديو كان سهل وبسيط عليكم والفكرة بقت واضحة ونقدر كلنا نجربها. ولو في أي سؤال عند حضراتكم أتمنى تكتبوه لي في التعليقات ولو عجبكم الفيديو ريت لايك وشير ولو ما كنتش اشتركت في القناة أرجوك أوعى تنسى تشترك وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. كنت معاكم أنا دكتور محمد عفيفي أستاذ التصميم بكلية الفنون التطبيقية وأترككم في حفظ الله ورعايته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.